بس قبل ما نتكلم عن تفاصيل المباراه، تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد مراسل قناه الاهلي من مقر الاقامه، يطمنا عن الفريق قبل مغادره الفندق الى استاد القاهره. اتفضل يا كريم. كل التحية والتقدير ليك كابتن ايمن شوقي، وكل التحية لكل جمهور النادي الاهلي العظيم. يا رب النهارده ان شاء الله باذن الله ثلاث نقاط مهمين جدا. يمكن النادي الاهلي بضغط رهيب، توالي مباريات، بيحقق انتصارات بشكل رائع، بياخد خطوات ثابته للامام، لكن النهارده الحقيقه مباراه مختلفه بشكل كبير جدا، واحده من المباريات المهمه اللي ان شاء الله باذن الله محتاجين الروح الكبيره اللي معروفه عن النادي الاهلي والاصرار الكبير اللي احنا عارفينه، لان هي بتسبق مباراه اهم وهي مباراه بيراميدز. لكن اللي معودنا عليه النادي الاهلي بجهازه الفني بقياده مستر كولر ان انت مباراه بتقدر تحضر لها، بتخطو خطوه ثابته للامام، بتقفل صفحه المباراه الماضيه وبتبدا تبص على المباراه القادمه. عشان كده ان شاء الله النهارده بنتمنى يكون التوفيق معانا. التحضير بيكون صعب يا كابتن ايمن، اتكلمنا في كده اكتر من مره، مفيش وقت، ضيق الوقت الحقيقه، ما تقدرش ان انت غير تعمل ريكفري. يمكن مستر كولر في قرار كان رائع الحقيقه ان انت تدي 48 ساعه. الناس ممكن تختلف شويه في هذا الامر، لكن الحقيقه في ظل هذا التوقيت لابد ان انت تفصل شويه بلغه الكوره. انت عارف يا كابتن ايمن، انت كنت نجم نجوم النادي الاهلي وعارف لابد يكون في فصل حتى ولو يعني ايام قليله جدا عشان ترجع برغبه كبيره ومتجدده وبروح كبيره المعروفه عن النادي الاهلي، لان المشوار لسه طويل. النادي الاهلي بيحقق اداء مميز في ضغط كبير بنتيجه بتكون رائعه، بتكسب 3 بتكسب 4، لكن كل مباراه بيكون ليها تفصيله صغيره هي اللي بتفتح لك المباراه. لو قارنا المباراه الماضيه او المباراه الاخيره بين الاهلي وطلائع الجيش هتلاقي نتيجه كبيره، نتيجه 4-0. النادي الاهلي انهى الشوط الاول بنتيجه 3-0، النهارده ممكن نشوف سيناريو مختلف تماما. عشان كده ان شاء الله النهارده يكون مستر كولر محضر لهذه المباراه. في عدد من اللاعبين بتريح، في عدد من اللاعبين لسه يمكن ما دخلتش في الاجواء الخاصه بالفنيات او التكتيك او كده، على راسهم بيرسي تاو، النهارده بيريح الشناوي ورامي ربيعه، مع ايضا كمان لاعبين خارج القائمه اللي هي الرؤيه الفنيه، سواء كهربا او كريستو او محمود متولي. لكن الراجل بيحاول ان هو الجاهز يكون متواجد في القائمه، بيحاول يريح بعض اللعيبه عشان المشوار زي ما بنقول طويل، في تلاحم كبير جدا. لكن يا رب ان شاء الله النادي الاهلي كعادته بالقوه الكبيره المعروفه عنه، بالتركيز الكبير، بانكار الذات المعروف عن كل لاعبي النادي الاهلي، نقدر ان شاء الله النهارده نحقق نتيجه مهمه جدا هنساعدنا بشكل كبير في الوصول الى القمه، ومنها ان شاء الله باذن الله الحصول على لقب بطوله الدوري العام، اللقب المحبب لكل جمهور النادي الاهلي. كالعاده طبعا يا كابتن ايمن بنحاول نطمن كل جمهور النادي الاهلي على حاله اللاعبين، مدى الجديه الكبيره اللي في عيون اللاعبين. لعيبه النادي الاهلي معتاد طبعا المعسكر المعتاد قبل المباراه ب 24 ساعه، الامور الاعتاديه بالنسبه للفطار، الغداء، المحاضره الفنيه الاخيره اللي بياكد فيها اكيد مستر كولر على نقاط مهمه جدا، بتكون محاضره مهمه كالعاده في فندق الاقامه لان هي اللي بيبدا يشرح فيها بشكل مفصل. لكن محاضره طبعا السريعه اللي بتكون في الملعب بتكون بسيطه جدا. عشان كده ان شاء الله باذن الله محتاجين من لعيبتنا تكون في قمه تركيزها، كل واحد يكون حافظ بشكل كبير جدا الدور اللي مطلوب منه النهارده. ممكن تشوف في كل مره بعض اللاعبين بتشارك في اماكن غير اماكنها، لابد الكل يكون جاهز. الراجل بيحاول ان هو يوظف كل اللعيبه في اماكن مختلفه على اساس ان السكواد يفضل مكمل حتى نهايه الموسم، ما يبقاش عندنا اي اصابات. الحمد لله يمكن هو بيرسي تاو بس اللي كان مصاب خلال الفتره اللي فاتت. يمكن علي معلول مصاب لكن مطول شويه، بيرسي تاو الحمد لله شارك في التدريبات الجماعيه لكن شارك باجزاء بسيطه، وزي ما بنقول في تأني بيكون مهم جدا على كل اللعيبه اللي بترجع من اصابات، وتحديدا كمان بتكون العضله خلفية. ان شاء الله باذن الله كالعاده كابتن ايمن نكون مع كل جمهور النادي الاهلي، بننقل كل الاجواء الخاصه بمباراه اليوم الاهلي وطلائع الجيش الجوله 30 على استاد القاهره في تمام الساعه 7 هنا من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه، نوصل نشوف الاجواء، الطقس الحقيقه الحار جدا اللي بيكون في هذا التوقيت. جمهور النادي الاهلي النهارده اللي عليه دور كبير كالعاده في الهتاف والمؤازره والحماس الكبير جدا. ان شاء الله باذن الله كل الاجواء والظروف والمناخ تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي للحصول على ثلاث نقاط هيكونوا مهمين جدا في مشوار بطوله الدوري العام. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد.